الفقرة دي هنتكلم أو هتبقى تحت عنوان حكايتي مع الأهلي، ويعني هنعرف فيها دور الأندية في العالم كله في حياة بعض الأشخاص، لكن في الحلقة بقى والنهاردة تحديدا هنقول دور النادي الأهلي وصاحب الحكاية، مش بس حتى يعني شخصية كبيرة ومش محبوبة، لا هي شخصية كبيرة جدا، إذاعي كبير ولكن محبوب كمان جدا على المستوى الشخصي، وأنا كان ليا يعني سابقة عمل معاه قبل كده، ويمكن كريم كمان وناس كتير جدا أكيد من اللي هيتابعونا، الإذاعي الكبير الأستاذ ماهر عبد العزيز رئيس راديو مصر السابق. صباح الفل يا أستاذ ماهر. صباح الخير، ربنا يخليك. منور الدنيا يا استاذنا كريم، سعداء جدا. احنا الاثنين اشتغلنا قبل كده تحت قياده حضرتك. انا اللي اتشرفت ان انا اشتغلت معاك. شرف شرف لينا احنا سواء في راديو النيل او في راديو مصر. في راديو مصر وكنت بقول كمان من شويه ان طالما هنحكي حكايه فمن حسن حظ الجميع ان اللي هيحكي الحكايه دي هو حضرتك، وحضرتك واحد من امهر الحكائين على الاطلاق. ربنا يخليك. عايزين نعرف من حضرتك مبدئيا كده فكره، ان قبل ما ندخل حتى في تفاصيل الحكايه استاذنك نهاوند قالت في المقدمة يعني حاجة مهمة جدا، فكرة ان النادي رياضي يأثر في حياة شخص. لما يكون الشخص ده منتمي للنادي فبيبقى المنطق حاضر، لكن لما يكون نادي رياضي زملكاوي بيأثر في حياة شخص غير منتمي لي هنا بقى لازم نعمل وقفة يا استاذ. لا ما هو احنا لازم نتفق على حاجة، انك لازم في حياتك ترجع الفضل لأهله، ده ملوش علاقة بالانتماءات. حد له فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى لازم تقول ان فلان ده صاحب فضل، يبقى شخص يبقى كيان يبقى اي حاجه بقى. فهي الحقيقه فعلا ان النادي الاهلي كنادي رياضي كبير وككيان مجتمعي مهم كان له فضل عليا وعلى زمايلي في موضوع الكتب. وانا بكل صراحه انا بكلمك بقى بمنتهى الامانه دلوقتي، انا كنت من زمان فاهم الكتب دي في الكليه. طب احنا بقى يعني طالما قلنا كلمه الكتب لازم نفسر الحكايه. انا هقول لك بقى فانا لقيت الكتب دي قريب وانا بوضب الشقه كده، لقيت الكتب دي موجوده، قلت الكتب دي لازم تروح الكليه ولازم اقول للناس حكايتها وحكايه النادي الاهلي علشان الناس تعرف. حلو. انا دخلت الكليه سنه 79 كليه اللغات والترجمه جامعه الازهر الشريف، وليا الشرف ان انا ثانويه ازهريه وجامعه الازهر بدرس لغه اسمها اللغه السواحيلي او اللغه السواحليه، هي اللغه الرئيسيه في شرق افريقيا والسته في الامم المتحده، ولغه يعني لغه بيسموها اللغات المليونيه، يعني ملايين البشر بتتكلمها. لكن ما فيش لها هنا في القسم اللي انا بدرس فيه كتب، وهم كانوا ثلاث معيدين اللي كانوا بيدرسونا، طبعا هم دلوقتي من عظام الاساتذه يعني، والدكاتره اللي كانوا وقتها بره لسه ما جوش، ودول برضو من اعظم الاساتذه والدكاتره في اللغه السواحليه الان، مش في مصر ولا في افريقيا، لا في العالم كله يعني. جميل. فهم ثلاث معيدين، الدكتور عبد الهادي حامد مرزوق، الدكتور محمد طلبه، الدكتور محمد مرعي، وكان في متحدثين من ابناء المنطقه بيدرسونا السواحيل، لكن ما فيش كتاب. طب بتدرسوا ازاي من غير كتاب؟ بندرس بحاجه اسمها الاستنسل، الاله الكاتبه. Okay. ويكتبوا على ورق اسمه ستنسل كده يعمل تخريج للبتاع. شفتي بقى انت فضحتيني ازاي؟ وبعدين تحطه على مكنه وتلف يطبع يطلع لك البتاع مطبوع، حاجه كده. okay. طبعا بدائيه جدا يعني. دي بقى مذكره قواعد اللغه، دي مذكره المحادثه، دي مذكره مش عارف ايه، هي ورق ابيض كده انت مكتوب. كان في للامانه كتابين موجودين في السوق في مكتبات وسط البلد، مجموعه تيتشر سيلف دي بتعلم نفسك كل حاجه، من ضمنها تيتشر سيلف سواهيل، ومجموعه فور ترافل، دويتش فور ترافل، سبانيش فور ترافل، سواهيلي فور ترافل. كويس. دي جمل بقى، انا اريد اذهب الى المطار، انا اريد ان اكل، انا كده. لكن كتاب تعليم، كتاب لغه، كتاب قصه، روايه، جورنان، مفيش. في يوم بالليل انا بذاكر سنه 80 تقريبا او 81 عشان بس الذاكره ما خانتنيش يعني، جبت الجمهوريه بالليل وقبل ما اذاكر قاعد اقرا، فلقيت الصفحه الرئيسيه في الجمهوريه العنوان الرئيسي بتاعها الاهلي يلتقي مع يانج افريكانز في تنزانيا في بطوله افريقيا. طب ما هي تنزانيا دي معقل اللغه السواحليه، اللغه الرسمي في البلد، واكيد فيها كتب وفيها كل حاجه. طب هو الاهلي يرضوا يجيبوا لنا كتب؟ حجر. سحبت ورقه، مفيش بقى ايميلات بقى ولا واتساب ولا واتساب ولا احنا بنشتغل بالجواب والبوسطه طبعا وثلاث تعريفه ده. ايوه قرش ونص تعريف ثلاث تعريف وبعت الجواب، كتبت الجواب
باسم الشخص اللي جاي رئيس بعثة، السيد العميد مبروك متولي. علمت بعد كده من ابنه، ودي من أسعد الحاجات اللي أنا تواصلت مع الباشمهندس وليد، هو طبعا سيادة اللواء توفى ربنا يرحمه ويغفره، بعت له جواب قلت له أنا فلان الفلاني وأبويا فلان، عشان الأمان بقى واحد بيعرفنيش يعني، وأبويا فلان وبيشتغل كذا ورقم بطاقتي كذا و... وأنا بدرس اللغة السواحيلي في جامعة الأزهر، وإحنا ما عندناش كتب وما عندناش مش عارف إيه، حكيت له الحكاية عشان يعني أصعب عليه، ويا ريت تجيبوا لنا كتب وجرايد ومجلات وشرايط كاسيت، أو لا أنا ما قلت شرايط، هو اللي جاب الشرايط. فالمهم حذفت الجواب في البريد بالليل. بس ممكن اسال قبل بقى يعني الخطوه اللي لحقت الجواب اللي حضرتك بعته، اشمعنى فكرت تحديدا انك تبعت لي يعني سياده العميد متولي مبروك مبروك متولي مبروك متولي والفكره دي يعني انا بعت له هو ليه جات لك؟ بعت له هو عشان هو رئيس البعثه، انا ما اعرفش حد خالص. يا فقلت انا طالب في الجامعه ماليش علاقه باي حد، انا قلت مين رئيس البعثه؟ اجرب، انا مش هبعت للعيب انا ما اعرفهمش، انا قلت ايه ده رئيس البعثه، وحسيت ان ممكن فعلا ما يعني كان عندي احساس. طب حلو، وحذفت الجواب. بعد ما راحوا لعبوا ورجعوا بيومين التليفون ضرب في البيت برضه، مفيش موبايلات مفيش اي حاجه، احنا بنتكلم في الضلمه. الو السلام عليكم، انا فلان الفلاني، فين فلان؟ انا فلان. طب تعالى خد كتبك. كتب ايه؟ انت مش بعت قلت عايز كتب؟ قلت له اه. قال طب يلا تعالى في النادي الاهلي، كان الجزيره طبعا بس طبعا. ورحت خدت من ابويا فلوس، عايز اقول لك كانوا 30 جنيه بس اللي اداهم لي ابويا ساعتها، بس ده كان مبلغ كبير جدا يعني طبعا. نتكلم على ثلاثه تعريفه، ف 30 جنيه ده رقم. بص بقى بص بقى بص انا هودي مش كفايه ازاي، انا احب التفاصيل انا احب التفاصيل. المهم وحصل ايه بعد كده؟ رحت بقى لقيت ايه حبه كتب، هم 27 كتاب بالتحديد يعني. اوكي. وجرايد ومجلات وشرايط كاسيت، يعني حتى فوق المطلوب. اه يعني جاب الشرايط دي هو، هو يعني الله يرحمه هو اللي جابها يعني. يا نهار ابيض، هم ال 30 جنيه هيكفوا؟ لا ال 30 جنيه هيكفوا؟ حضرتك فاكر انك هتدفع؟ انا معرفش. اوكي. فانا بقى قمت متشكر جدا يا فندم، كتر خيرك وربنا يخليك. وكام حسبنا كام يا فندم؟ طبعا انا متشكر جدا، بس قال لي بس في ايه؟ خد كتبك وروح. يعني جميل جميل يا فندم. قال لي يا ابني انتوا بتتعلموا لغات افريقيه، احنا اللي هنحتاجكم بعد كده، ما احنا بنلعب في افريقيا كل سنه، احنا اللي هنحتاج لكم. جميل الله يرحمه. خد كتبك. شيء محترم جدا. وخدت الكتب وروحت. انا بقى اول مره في حياتي اشوف كتاب باللغه السواحليه. ده بقى ايه؟ امثله شعبيه، قصه، ادب، قواعد لغه. احنا كنا بناخد زمان في المدرسه عادل وسعاد، هم بياخدوا هناك جمعه وروز. عادل وسعاد، احنا كنا بناخد عادل وسعاد وعمرو و... عمرو ومها، عمر وسلمى، عمر وسلمى. لا عمر وسلمى ده فيلم. لا ده فيلم صحيح. انت مثلت في المهم اي اتنين مع بعض بيجوا مع بعض اي حاجه خلاص معايا دلوقتي. طب يا فندم بعد اللفته الحلوه دي مش كنت تبقى اهلاوي بقى؟ لا. يعني مستني ايه اكتر من كده؟ لا طبعا كل الناس قالت لي كده، والناس دخلت عليا على مكتبه حكايه على الفيس، الناس كلها قالت لي لا انا زملكاوي. انا بحب الزمالك، ما فيهاش ملهاش علاقه خالص ده انك يعني تعترف بفضل حد تاني. ده طبعا ده بحد ذاته شيء محترم، ده دور مجتمعي مهم. طبعا يا فندم والله ما في حاجه صوبي ضحكني. انا مش هبقى اهلاوي خد بالك يعني، انا شكرت النادي الاهلي على دوره وده كان مهم. صحيح. انا عايز اقول لك بقى ان يعني بعدها شفت احنا دلوقتي ممكن اجيب الموبايل بتاعي اكتب انا وانت واحنا قاعدين اريد تعلم اللغه السواحليه، هيجي واحد يقعد معايا يعلم لي سواحلي دلوقتي. خلاص الوضع بقى مختلف طبعا، الدنيا اختلفت. طبعا طبعا. لكن تفضل كل الاشياء احلاها. انا شفت كتب سواحلي بقى، الدكتور محمد ابراهيم ربنا يديله الصحه والعافيه، وهو راجع من لندن وادى مكتبته هديه للكليه. يوم ما رحت يوم الاحد الكليه شفت مكتبته هديه. زميلي ودفعتي الدكتور عبد الحي سالم ودي كان رئيس القسم بعد كده، مدي مكتبته هديه للكليه. الدكتور ايمن الاعصر وهو وكيل الكليه دلوقتي برضه ده خريج القسم، ده كان بعد كذا دفعه، اما راح اشتغل في نيروبي في جامعه نيروبي كان جايب 70 كيلو كتب للكليه. الكليه بقت مليانه كتب في كل افرع العلم. لكن اجمل اشياء ايه يا عم كريم؟ طبعا صح، اولها طبعا، أولها طبعا. وحضرتك عملت نفس الشيء برضو مؤخرا واهديت الكتب، رحت وديته انا. كنت فاهم ان هم هناك اصلا. ايوه فانا خدتهم طبعا ورحت، دول مكانهم هنا، الناس تعلم والناس ممكن يكونوا مش محتاجين لهم ما اعرفش، لكن انا شفت ان ضروري ان انا
اشكر فضل النادي الاهلي وسياده العميد او سياده اللواء مبروك متولي رحمه الله عليه، الله يرحمه. اشكر كليتي اللي اتعلمت فيها، اللي انا اشتغلت في الاذاعه بالسواحيل، انا عملت كل حاجه في حياتي بالسواحيل.